So high pressure in the arterial tree, low pressure in the venous side, large pressure drop across the arterioles. Large pressure drop across the arterioles. And then هدول arterioles شو بنسميهم هون؟ Capacitance vessels. Sorry, resistance vessels. They are called resistance vessels. دكتور. إذا resistance vessels, they are the arterioles. Capacitance vessels, they are the veins. Yes, دكتور. الصورة اللي قبل ليش عند الفينا كابا في كان ارتفاع بالبرشر؟ اللي قبلها اولا ايوه هون ليش في عند الفينا كابا؟ لا هون بالفينا كابا شوية بجوز يعني لازم تكون بس فكرت هون هاي this is the other circulation. This pulmonary artery is the other circulation. كمان في pressure drop zone. من pulmonary artery من pulmonary veins. طيب نشوف the changes that occur in the circulation in terms of velocity of the blood. ديروا بالكم velocity بتختلف على pressure. و cross sectional area. Cross sectional area. هلا هون the flow through each part of the circulation, through the aorta, through the arteries, through the arterioles, كل حياته بالفلو ماله؟ متساوي ويساوي cardiac output. ديروا بالكم I don't talk about one small artery or one capillary, I talk about the whole capillary. إذا هون نفترض هاي هون هاي الأريز كلياتها وهاي الـ velocity of blood. لو كان الكروس سكشنال اريا لارج كروس سكشنال اريا هي سرعة الدم شو بتكون؟ أقل لأنه سرعة الدم فيلوسيتي بالكروس سكشنال اريا يعني هاي الكروس سكشنال اريا بالفيلوسيتي بتساوي الفلو هاي الكروس سكشنال اريا هي وسرعة الدم فيه شو بدها تساوي؟ الفلو سو ذا فلو ايكوالز فيلوسيتي ضرب الاريا كروس سكشنال اريا velocity ضرب cross sectional area بما انه الكارد اللي فلو ثرو اول ذيس بارتس اوف ذا سيركيليشن از ذا سيم معناته ذا velocity اند cross sectional area ار inversely proportional تو ايتش اذر وين ايفر ذا cross sectional area increases ذا velocity decreases وين ايفر ذا cross sectional area decreases ذا velocity increases شوف ال velocity مثلا شوف الاريا الاريا بالاورطه 1 اورطه خلينا يعني اورطه واحد شو الاورطه 2.5 سنتيمتر سكوير شي كثير الاريا تبعته اذا فيلوستي مالها فيري هاي هون لما جينا على الارتري صار تو ماني ارتريز افري ارتري سمولر ذان ذا اورطه مضبوط بس احنا بنضرب مثلا ب 10 شو صار الكروس سكشنال اريا توتال اكثر شو صارت الفيلوستي اقل When the velocity is slowest, the velocity is slowest when in the capillaries. Why? Because each capillary صح is very small, but we multiply by 12 billion of capillaries. So there is a huge cross-sectional area in the capillaries. More than 700 square meters. يعني لما تحكي على الكابيلاري تجمعهم كلهم, the cross-sectional area is 700 square meters. عم تحكي تصور انت افرش لك 700 سكوير متر على الارض هيك وتقول قطعة ارض كويسة بنبني عليها عمارة منيحة 700 سكوير متر كلها الكابيلاري عشان هيك شو الفيلوسيتي صارت؟ فيري ليتل فيلوسيتي هاي الكروس سكشنال اريا عشان هيك ان ذا كابيلاري ذيس ار ذا بيست اريا فور اكسشينج ليش؟ لانه البلد بيمشي شوي شوي وفي سيرفيس اريا كبيرة والديفيوجن او الترانسبورت اوف سبستانس بيعتمد على ايش؟ انتبه الديفيوجن بيعتمد او الترانسبورت اوف بيعتمد على السيرفيس اريا وعلى الفيلوسيتي اوف فلو
فالفيلوسي فيري سمول، الكروس سكشن اريا هيوج، معناته this is the best area for exchange. So here is the main area of exchange in the capillaries. هذا الفيلوسيتي بتعاود ايش يصير فيها؟ بتعاود تطلع ليش؟ لان الكروس سكشن اريا بتنزل. فينيورز اقل عددهم من الكابيلاريز والفينز. شوف الفيلوسيتي مثلا بالفينا كيبا اعلى من الفيلوسيتي بالاورطة. ليش؟ بجوز كل فينا كيبا بيساوي الاورطة بالدايمتر، بس وي هاف تو فينا كيبا، بس وي هاف وان اورطة. شوف هاي الكروس سكشنال اريا الاورطة 2.5. شوف سمول ارتري هذول الكروس سكشنال اريا بالكابيلاريز 250 سكوير سنتيمتر، وهذول مجرة. So this is the difference in cross-sectional area. هلا لما تيجي velocity flow، حكينا الflow بيساوي area ضرب velocity. Area ضرب velocity. يعني لو جينا على velocity بتساوي blood flow على cross-sectional area، أو area بتساوي blood flow على velocity. بدك تسويها زي ما تسويها، كلها يا أخي رياضيات. Flow بيساوي cross-sectional area ضرب velocity. ماشي. وفلو شو بيساوي كمان؟ دلتا بي على ار، دلتا بي على ار نفس الشيء، كله نفس الحكايه. هذا اومز لو، هذاك اومز لو. ماشي. طيب البلاد فلو، هاي ايش هذا البلاد فلو؟ بلاد فلو مين سيمبلي ذا كوانتيتي اوف بلاد ذات باسز ا جيفن بون سيركوليشن ان ا جيفن بيريد اوف تايم. يعني الفلو بيساوي مليليتر او لتر بير سكند بير مينيت. فلو بيساوي دلتا بي على ار، يعني بي 1 ناقص بي 2 على ريزيستنس. بي 1 انتبه، بي 1 ناقص بي 2 على ريزيستنس. انتبهوا انتبهوا، هاي الفلو. ماشي. هلا الفلو، هاي الفلو بيساوي كاردك اوتبوت، بريشر جريدينت ديفرنس بين ذا مين ار تي بريشر اند ذا رايت اتر بريشر ويتش از اراوند زيرو على المين سيستميك بريشر على التوتال بيريفيرال ريزيستنس. هذا بريشر جريدينت ريديوس باي ذا هارت بامبينج موفز تقريبا الفلويد بريشر اكسبانس ذا تشامبرز اوف ذا هارت. طيب اذا كانك اوتبوت، لانه احنا وي هون وي بريشر جريدينت وي نجلكتد ذا رايت اتريال بريشر ويتش از زيرو، صار مين ارتيال بريشر. الكانك اوتبوت بيساوي مين ارتيال بريشر على التوتال بيريفيرال resistance. Total peripheral resistance. Velocity بتساوي الفلو على الاريا. فلو على الاريا. والاريا بتساوي الفلو على الفيلوسيتي، والفيلوسيتي بتساوي فلو على الاريا. كلها بتقدر تعمل قلتنا ما بتقدر. هلا لو اجينا للفلو. What type of blood flow we have؟ احنا قوانيننا كلياتها اللي بدنا نحكيها تمشي على one kind of flow اخذتوه بالفيزياء. This is called laminar flow أو parabolic. إذا اللي بيعرفوا هندسة البارابول هيك، أو parabolic على أساس شكل البارابول. إذا laminar flow أو parabolic flow أو streamline، streamline flow. هذا الفلو اللي بيمشي زي هيك، هاي هون إذا في constriction، هون constriction، هون الفلو شو بيصير؟ بيصير turbulence flow. وهذا بجوز زي ما حكيت لكم الدكتوره تمارا، احنا ليش بنسمع هون لما نسمع نقيس البلاد بريشر؟ نربط الكف، نرفعها عن السيستوليك، نرفعها عن، نضل ننزل فيها. لما تصير البلاد بريشر تبع الكف بيساوي السيستوليك، بصير في فلو امتى؟ السيستول. بس لانه في كونستركشن ضاغطين عليه، الفلو مش لامينار، الفلو تيرمينال. بنسمع صوت اسمه كورتيكوف لو، كورتيكوف ساوند. لما نضل نخفف 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 الضغط، لما يصير ما في ضغط على الارتري بالمره، تحول الفلو من تيرمينال الى لامينر. لامينر ما بيعطي صوت، اختفى الصوت لما راح التيرمينال. اذا لامينر هاز نو ساوندز، هاي لامينر نو ساوندز، تيرمينال هاز ساوندز. نفس الشيء لما حكينا فيرست هارت ساوند سكند هارت، فيرست هارت ساوند ليش؟ صار تيربلنس اوف بلاد اراوند كلوزد اي في. سكند هارت ساوند تيربلنس اوف بلاد اراوند كلوزد
سيمي لما اندفع الدم فيري رابد فيلينج سوى تيربلانس سوى صوت السيستوليك اتريال سيستول دفع الدم بسرعه سوى تيربلانس فمش الساوند قولي فيرس ارسال اهل الفالف سكر هيك سفق له عقاله لب سفقه وبعدين ضب سفقه غير بتختلف نسميها فيش لو بيش اوكي فليش الزلمه نرفه فالفلو بس اخر هاي الفلو مو هيك هذا مش فلو لبسني ماشي اذا الفلو از نوت ذات لايك ذس الفلو كيف هو الفلو هيك هلا اللي جنب الوول ذاتس ذا بلاد بيسايد ذا وول هاز فيري هاي ريزيستنس سرعتهم ابطا مين السرعه اكثر سرعه اذا ذس از ذا لامينار فلو لو ريزيستنس بعدين هيك بيساوي هاي هون شوف هون ذس از لامينار فلو احنا قوانيننا عاده بنسميها لامينار فلو نوت لامينار فلو اذا ذس از ذا فلو نوت ذا فلو هير نورمال ذس نوت بلاد بمشيش البلاد هيك بمشي هيك بس في لامينار فلو اوكي طيب خلينا نوصلنا لهون نكمل